أهلا بكم. لماذا تستمر ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق؟ ولماذا لا يحاسب المجرمون من القوات الأمنية والميليشيات وغيرهم ويبقون في مأمن من المحاسبة والمساءلة حتى أصبحت الانتهاكات التي تطال أرواح ودماء الأبرياء شبه يومية، وغالبا تقيد تلك القضايا ضد مجهول؟ وممن لم يحاسبوا على جرائمهم الضابط عمر نزار المتهم بتنفيذ جرائم، فمنذ أن كان نقيبا نفذ العديد من الإعدامات الميدانية وجرائم انتهاكات الأعراض وابتزاز المعتقلين، ثم ارتكب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية عندما أعطى أمرا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بتوصية من الفريق جميل الشمري المسؤول المباشر عن المجزرة. منظمات حقوقية وناشطون عراقيون قدموا وثائق مصورة ومكتوبة عن جرائم المقدم عمر نزار، حيث عرضت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب شهادات وأدلة عن الجرائم التي ارتكبها، لكنه اليوم يعود حرا طليقا في مشهد يؤكد فساد المنظومة السياسية والعسكرية والقضائية ويؤسس لنظام الميليشيات والقمع والإفلات من العقاب. نضع تحت الضوء مشاهدين الكرام قضية الإفلات من العقاب في العراق، وسيكون معي الأستاذ حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. وأيضا سوف يكون معنا الأستاذ يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ يحيى مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة الرافدين الكرام، حياكم الله ضيوف الكرام. كونوا معي مشاهدين الكرام بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. الاغتيالات والقتل والإخفاء القسري جرائم يتبعها تشكيل لجان تحقيقية ثم تقيد ضد مجهول. هكذا تتم الجرائم والانتهاكات في العراق، وهكذا يتم الإفلات من العقاب الذي لا يزال مستمراً وفق خطط ممنهجة تنفذها الحكومات المتعاقبة وميليشياتها برعاية إيرانية. الحكومة في العراق لم تفي بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وقتل متعمد، مما شجع المجرمين على ارتكاب مجازر أخرى بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش. بل أطلقت الحكومة الحالية سراح من ثبتت إدانتهم بتلك الجرائم، ومنهم المقدم عمر نزار، وهو واحد من مجرمي القوات الأمنية. فمنذ أن كان نقيباً نفذ العديد من الإعدامات الميدانية وجرائم انتهاك للأعراض وابتزاز المعتقلين، ثم ارتكب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية عندما أعطى أمراً بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بتوصية من الفريق جميل الشمري المسؤول المباشر عن المجزرة. منظمات حقوقية وناشطون عراقيون قدموا وثائق مصورة ومكتوبة عن جرائم عمر نزار، حيث عرضت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب شهادات وأدلة على الجرائم التي ارتكبها، لكنه اليوم يعود حرا طليقا في مشهد يؤكد فساد المنظومة السياسية والعسكرية والقضائية ويؤسس لنظام الميليشيات والقمع والإفلات من العقاب. المجتمع الدولي يقف صامتا أمام جرائم القتل والإفلات من العقاب والاعتقالات التي تطال المتظاهرين والناشطين، ومن قبلهم تلك الجرائم التي ارتكبت بدوافع طائفية منذ 2003 وحتى اليوم. استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق جعل المجرمين من القوات الأمنية والميليشيات وغيرهم في مأمن من المحاسبة حتى أصبحت الانتهاكات التي تطال أرواح ودماء الأبرياء شبه يومية، وغالبا تقيد تلك القضايا ضد مجهول. أبدأ معك دكتور حامد، من الذي أسس لسياسة الإفلات من العقاب في العراق؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة دكتور سمير، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة اللي أسس هو الاحتلال الأمريكي الغاشم الإيراني ونظام المحاصصة المقيت الذي جيء به منذ مؤتمر لندن في نهاية 2022، واستمرت العملية يعني من اجتياح غزو وغاشم
بني على أسس باطلة، وما مثل ما يقال ما بني على باطل فهو كل باطل. لذلك الحقيقة يعني هذه الطغمة الفاسدة إذا كان منذ دخول الأمريكان تغولوا في الاستيلاء على كل مقدرات البلد، ومن ثم جاءت معهم الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة والفرق التكفيرية التي الحقيقة أبت أمريكا إلا أن تأتي بهم من القاعدة والزرقاوي والدواعش، فأصبحت فوضى. وبحجة هذا أو ذاك الحقيقة ضاعت حقوق الإنسان، على عكس ما دعوا الأمريكان المجرمين من أنه جاءوا لبناء تجربة ديمقراطية وحماية حقوق الإنسان من النظام السابق. بالتأكيد الشعب العراقي يعني صدم بشكل واضح، وما زال الحقيقة بهذه الصدمة، لكنه للأسف الشديد يعني الأمريكان ومن تدخل معهم من الميليشيات الإيرانية الولائية تمكنوا بشكل أو بآخر من تمزيق النسيج الاجتماعي والصف الوطني، بحيث حتى المطالبة بحقوقنا أصبحت عملية أيضا تسجل علينا كتهم. هذا هو الفلات من العقاب. فمن يتغول في انتهاكات حقوق الإنسان وسلب كل مقدرات البلد ولا يجد محاسبا رغم وجود احتجاجات وثورة تشرين، وهي هاي واحدة من المواقف من المحطات المهمة المشرقة في تاريخ العراق الحديث، ومع ذلك أنه ظهر ضباط قد قمعوا أبادوا الحقيقة، ولم يتم محاسبة نجد. أي واحد من هؤلاء ولم يتم محاسبة لأنه الإرادة الإقليمية والدولية الحقيقة تغطي على جرائم هؤلاء. والكيد بمكيالين، يعني أيضا نقولها بصراحة، لو كان هناك تعارض بين مصالح هؤلاء والاحتلال الأمريكي الغاشم وإيران وميليشيات الولائية لكان الأمر تغير، وإلا لماذا قتل ثوار تشرين أكثر من 100 شهيد و 30,000 جريح ومعوق وعاجز عن العمل، وهجرة لشبابنا وكوادرنا وكفاءاتنا؟ يعني الأمر واضح، من يقف وراء هذه الجرائم؟ من يقف وراء هذا التنديق وهذا الانحطاط الخلقي الآن اللي يعيش النظام للأسف الشديد يحيط الشعب العراقي بأزمات كبيرة الحقيقة، لا تقتصر فقط على الاقتصاد والبطالة والفقر ويعني التغيير الديموغرافي، وإنما أيضا القتل والسجن والمغيبين بالآلاف، إن لم يكن بعشرات الآلاف، المقابر الجماعية، هذه كلها الحقيقة مسؤولة عنها الاحتلال الأمريكي الغاشم، لأنه هو الذي جاء بهم وهو من يحميهم ويطوّد. نعم. كلنا يتذكر ما حصل، محاسبة. نعم. نعم. محاسبة دكتور. نعم دكتور. نعم. ابقى معي لو سمحت. أستاذ يحيى السنبل، يعني كلنا يتذكر ما ارتكبه الأمريكيون من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين في العراق، كلنا يتذكر سجن أبو غريب، كلنا يتذكر يعني المجازر في الفلوجة وغيرها من المناطق، ولا يوجد من مساءلة ولا محاسبة. نظام المحاصصة في العراق، هل استمد ذلك بالجذور بحيث أنه أصبحت الممارسات التي يتبعها نظام المحاصصة مقتبسة من أمريكا ومحمية من الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أن المجرم حر طليق، المرتكب للجرائم والقاتل حر طليق، السارق لأموال العراقيين في وضح النهار حر طليق، بينما من يثور على نظام المحاصصة بغية التغيير يصبح مجرما؟ أحييك مرة أخرى، وأحيي ضيفك الكريم، وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياك الله أخي العزيز. الاحتلال أسس لهذه المرحلة الفوضوية منذ بدايته بارتكاب كل الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، ابتداء من سجن أبو غريب، ابتداء من عمليات القتل الممنهج للمدنيين في كل المحافظات العراقية وخاصة المحافظات الغربية، في الأنبار، في صلاح الدين، في أديالة، وما ارتكبه من جرائم كبيرة جعل أيضا هذه المنظومة السياسية أو ما يسمى دكاكين الأحزاب السياسية
هذه الجبانة التي كانت ترفع شعار الثورية والتغيير ولم تستطع على شيء، فجاءت بركاب الاحتلال من أجل أن تتسلط على شعبنا. وما جرائم صولاغ وألوية ما يسمى ميليشيات الداخلية في وقتها لواء الديب وغيره في سجن الجادرية عن ذاكرة العراقيين ببعيد، ارتكبوا أفظع الجرائم دون أن يحال أي شخص إلى المحاكمة أو إلى كشف أسماء المتورطين بهذه الجرائم بحق الأبرياء. لذلك أمريكا هذه التي تدعي حقوق الإنسان وتطالب دولة الفلانية بعدم قمع التظاهرات وتطالب الدولة الفلانية بعدم سجن المعارض الفلاني، هي ترتكب أبشع المجازر وأبشع الجرائم بحق الإنسانية من أجل تنفيذ مشروعها في العراق، هذا المشروع التدميري الذي يصل إلى حد تدمير النسيج الاجتماعي العراقي وتقسيم العراقيين على أسس قومية وطائفية بل ومذهبية أيضا. لذلك المنظومة السياسية عندما رأت أن المحتل الأمريكي يقوم بكل هذه الجرائم دون أي مساءلة ودون هناك صدور أي بيان أو استنكار من أي منظمة عالمية ولا من أي دولة، لا كبرى ولا دولة إقليمية، بل الكل كان يغطي على جرائم الأمريكان وعلى جرائم حلفائهم وأدواتهم من هؤلاء المرتزقة، استمد هذا المنظومة السياسية استمدت هذه الجرائم منها بارتكاب أفظع الجرائم بقتل المدنيين، بقتل الأبرياء، بالتضييق عليهم في السجون، بعدم وجود أي رعاية صحية، بحيث هذه السجون تصل إلى 300% من طاقتها الاستيعابية، ويكون هناك كثير من الذين يفارقون الحياة على أساس هذا الضنك الذي يعيش فيه هؤلاء السجناء ودون أن تكون هناك أي محاسبة، بالإضافة إلى ما تقوم به مجموعات تحت اسم القانون بتفتيش البيوت وارتكاب الجرائم، إضافة إلى قتل المتظاهرين بشكل متعمد وإحالة شخص ما قد ارتكب جرائم معروفة لدى الكثير من أبناء الشعب ولكن يخرج أيضا ببراءة من أجل استمرار مسلسل القتل والتخريب والتدمير الذي باركته الولايات المتحدة الأمريكية خلال احتلالها الغاشم الذي قام على حجج كاذبة وواهية. ولكن هذا الاحتلال قد قام وفق مخطط ممنهج من أجل تدمير العراق ومن أجل تدمير قوته ومن أجل إخراجه من ساحة المواجهة سواء مع الكيان الصهيوني أو مع العدو التاريخي للأمة وهو إيران التي أيضا سيطرت بشكل كبير عبر ميليشياتها وجعلت من العراق منطلقا للتخريب والتدمير في كل المنطقة وليس على العراق فحسب. نعم أستاذ يحيى. دكتور حامد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول سياسة الإفلات من العقاب تشيع بيئة من الخوف في العراق. الآن جمهورية الخوف، العراق جمهورية الخوف، المواطن يعني ليس هناك قانون ينصفه، بل إن هناك لوائح وهناك فقرات قانونية لا يتم تطبيقها. من يصول ويجول في العراق هم الميليشيات التي تتصرف وترتكب الانتهاكات والجرائم فوق القانون، والقانون شيء صوري لا تطبيق له. والكثير يقول بأن عراق ما بعد الاحتلال القضاء فيه مسيس لصالح أجندات إقليمية. إلى أي مدى ترى أن هناك قوة إقليمية مستفيدة من الفوضى القانونية أو الفوضى اللاقانونية إن صح التعبير في العراق؟ في الحقيقة العراق كان يشكل يعني مركز إشعاع للعالم العالمين العربي والإسلامي، معروف يعني العراق عاصمة الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية وحضارات وادي الرافدين معروفة يعني، فلذلك التركيز لم يأتي يعني بالأمس واليوم. هذا التأكيد على أنه إنهاء دور العراق الحقيقة
مخطط له منذ عشرات من مئات السنين أن يدمر العراق لا تقوم له قائمة، وأرادوها ليس فقط أمريكا وإيران، الكيان الصهيوني اللي هو دافع الأساسي المشروع الصهيوني العنصري، وإنما أيضا حتى الدول العربية للأسف الشديد أخافها العراق بسبب تبعيتها للاحتلال البريطاني والأمريكي والاستعمار دول الاستعمارية الحديثة والقديمة. لذلك العراق الحقيقة للأسف الشديد أيضا نقول مر بنكسات كبيرة، منها الحرب الثمان سنوات، من الحصار الغاش الظالم على العراق، ومنها طبعا حتى الحروب الداخلية وتحريض هذه الكتل والمكونات العرقية والطائفية. لذلك جاءت عملية الغزو يعني تتويج لجهود كبيرة جدا يعني بذلتها بريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني والدول المحيطة يعني ما قلت أيضا دول عربية لتدمير العراق. وهذه المسألة الحقيقة دفع ثمن كبير، ليس فقط الآن في الوقت الحاضر الشعب العراقي، وإنما شعوب العربية التي تتوق للحرية والاستقلال، كالشعب الفلسطيني والشعب السوري والشعب اللبناني، لأنه كان سند العراق الحقيقة شئنا ما بينه. فلذلك الذي يمنع من المحاسبة أو الإفلات من المحاسبة يتيح هذا المجال، هم من يستفيد من هذه العملية. ما زالت أمريكا مستفيدة من بقاء العراق، والكيان الصهيوني مستفيد من بقاء العراق على هذا الوضع، بل بودهم أن يستمر الوضع، تهميش العراق، تعطيل دوره، تفتيته، ووصولا إلى مسألة خطيرة جدا، وأنا معك أيضا ذكرتها في مناسبة سابقة دكتور سمير، من أنه صهينة أو تهويد العراق المنطقة. العراق مهم جدا تاريخيا، العراق بلد الأنبياء والرسل والحقيقة الحضارات. لذلك أطماع الكيان الصهيوني وأطماع أمريكا والغرب والبريطانيين لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية والغاز والنفط والموارد الأخرى والموقع الاستراتيجي للعراق، وإنما أيضا سرقت الذاكرة العراقية، سرقت مخطوطات أصيلة في المتاحف العراقية، والآن يبحثون عن كنز نمرود وبحثوا عن آثار منذ يعني حتى ما قبل السقوط. وهذا المسألة الحقيقة لا تمس بصلة نهائيا بمستقبل العراق. لذلك الشعب العراقي ثار، وأنا أقولها بوضوح، لما طالبوا شباب تشرين باسترداد الوطن، هذه معناها كبير رغم اختصار الجملة هي أنه نريد وطن. هذا الوطن سلب منهم، ولذلك وما زال الوطن العراق مسلوب من شعبه، من أهله، من ناسه، من أجياله. وهذا المسألة الحقيقة يعني تكريس هذه فكرة الإفلات من العقاب واضحة جدا الآن. لا يمكن محاسبة أي مجرم إذا كان جزء من النظام الحالي، وإذا كان حتى خرج من النظام أو الاحتلال نفسه. ونشوف الآن يعني حتى قضية تأجيل جلاء القوات الأمريكية وحلف الناتو، هاي أصبحت الآن يعني مدار حديث للكل. هذا أيضا ضمن مسلسل أنه الأمريكان يريدون البقاء، وهم يعوضون بشكل أو بآخر عن وجود الكيان الصهيوني بشكل مباشر، رغم الحرب الآن العدوانية والإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة اللي مارسها الكيان الصهيوني وأمريكا وحلف الناتو ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. هذه القضية الحقيقة. نعم، في هذه النقطة اسمح لي دكتور حامد أنتقل للأستاذ يحيى السنبل. أستاذ يحيى، هل الموضوع له علاقة وثيقة بموضوع بالجانب العقائدي عندما تحدث جورج بوش الابن عن حرب العراق عام 2003؟ قال بأنها حرب بابل أو الحرب إلى بابل أو استعادة بابل. هذه الفوضى يعني إذا رجعنا بالتاريخ إلى ما قبل عام 2003-2002، هناك حديث من غوندوليزا رايز وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كانت تتحدث عن الفوضى الخلاقة وأن العراق سيكون هو البداية. هل الفوضى اللاقانونية في العراق والإفلات من العقاب على هذا النحو الفوضوي مع سياسات التغيير الديموغرافي ومخططات التغيير الديموغرافي التي جرت في العراق، التغييب القسري، القتل على الهوية،
نشر المخدرات في العراق كلها ممكن أن تندرج ضمن يعني ما تحدث به الدكتور حامد الصراف، أن الأمر هو فيه جانب كبير، جانب عقائدي متعلق بالصهيونية. أتمنى أخي بأن أمريكا عندما غزت العراق ومعها تحالف دولي واشترك فيه كثير أو أغلبية دول العالم ضد العراق، هو وفق رؤية عقائدية تؤمن بذلك، ابتدأت في هذا القرن أولا بإنهاء الدولة العثمانية، ومن ثم جاء بالخميني بما يسمى الثورة الإيرانية من أجل أن يسيطر على المنطقة، وشعارات تصدير الثورة الإيرانية. هذا الشيء أدى أيضا للوصول إلى عملية احتلال العراق بعد أن جابها العراق ما يسمى تصدير الثورة الخمينية لحرب 8 سنوات وانتصر فيها. بدأت المؤامرة الكبرى على العراق، ومع الأسف قادتها أنظمة عربية، بدأت منذ عام 85 من أجل تدمير العراق ومن أجل القضاء عليه. فالآن أمريكا عندما جاءت بالخميني أرادت أن يكون هناك عدو ثاني غير العدو الإسرائيلي في المنطقة، يجب أن ينافس هذا العدو وجود عدو آخر للعرب في المنطقة وهو الاحتلال الإيراني. ومن ثم بدأت بفتح الآفاق أمام النظام الإيراني من أجل تدمير العراق وتدمير المنطقة بشكل عام، لأنه لا يمكن أن يقوم المشروع الصهيوني إلا على أعمدة التدمير التي يضعها النظام الإيراني في المنطقة. لذلك يأتي الكيان الصهيوني حتى لا يتعب. إذا كان الكيان الصهيوني وحده ليريد أن يقاتل العرب، فسوف حتما سوف يكون هناك كما يقال جهود كبيرة، أو هناك يفقد القوة الحقيقية فيه. لذلك عهد إلى النظام الإيراني وعهد إلى أنظمة حاقدة على العراق من أجل تدمير العراق وتدمير سوريا وتدمير اليمن وإحلال النظام الإيراني في هذا المكان ليرتكب كل هذه الجرائم، ومعه النظام الأمريكي. أي أمريكا أيضا مشاركة بكل الجرائم التي تقوم بها بالتعاون مع إيران، فهي من تغطي على إيران وهي من تغطي على جرائمها. لذلك بدأت الآن المرحلة الجديدة، هو انكفاء المشروع الإيراني ليظهر المشروع الصهيوني، ويظهر مشروع التطبيق ويظهر ما يسمى صفقة القرن على أنقاض المشروع الفارسي. لذلك هي رؤية استراتيجية وعقائدية وضعها بوش من أجل نشر كل هذه الفوضى في العراق خاصة وفي سوريا، من أجل أن يتحول هذا البلد إلى بلد غير صالح للعيش، وفتحوا باب الهجرة لمئات الآلاف بل للملايين من أبناء شعبنا سواء في العراق في سوريا في اليمن، لأنه أصبح هناك لا قانون، هناك إفلات من العقاب، لا وجود لشيء للمحاسبة، فأصبح الإنسان لا يأمن لا على نفسه وعلى عائلته. لذلك بدأوا بمغادرة العراق بالملايين، والآن في أوروبا وفي تركيا وفي دول أخرى في مصر وغيرها. كل هذا مخطط له وفق رؤية عقائدية من أجل إقامة المشروع الصهيوني على كما يقال ما يخططه وما وضعه المشروع الفارسي والإيراني من تدمير للمنطقة. لذلك نرى اليوم بأن إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، وكما قال خميني لمستشاره علي محتشمي بأن في لقاء فضحه محتشمي في مذكراته، قال بأن القضية الفلسطينية هي السلم الذي نعلو به على البيت العربي والإسلام السني لهدمه عليهم. لذلك ترى هناك كثير من الناس الذين خدعوا بأن إيران الآن تناصر القضية الفلسطينية وتناصر غزة، وأيضا جيء الأوامر للنظام الرسمي العربي بعدم نصرة غزة ولا نصرة فلسطين والتخلي عن هذه القضايا العربية، لتبرز إيران وكأنها ذاك البعبع الكبير المخيف، وإيران كسرها العراق في أول شهر من حربه معها الذي استمرت لمدة 8 سنوات. ولولا إيران جيت والدعم الصهيوني والدعم الأمريكي لإيران لما استمرت إيران بحربها لمدة 8 سنوات.
لذلك الآن الإعلام الغربي يصور لنا ويهول القوة الإيرانية القادرة على أن تفعل وتعمل وكذا، في وقت هي قد اتفقت مع هذه مع النظام العالمي على كيفية السيطرة، وعليها أن تقدم القرابين من الأشخاص الذين عرفوا هذه العلاقة السرية ما بين هؤلاء الثلاثي الأسود الذي يريد أن يعم الفوضى للمنطقة ما بين الصهيونية وأمريكا وإيران. أصبح هذا واضح لكل المراقبين السياسيين ولكل المتتبعين للقضايا، ولكن هناك من عمت بصيرتهم قبل أن تعمى أبصارهم، فيتصورون بأن إيران التي ليس لها إلا الشعارات تريد أن تدمر إسرائيل وتريد أن تعمل. وقبل أيام كما سمعت تصريح بسيط للرئيس التركي قال يمكن أننا نتدخل في غزة مثل ما تدخلنا في ليبيا وتدخلنا في أذربيجان. قامت الدنيا ولم تقعد في إسرائيل، وزير الخارجية يهدد ويعد أردوغان بمصير صدام حسين رحمه الله، في وقت أن خامنئي وأركان نظامه والخميني يصرحون ليل نهار بأننا سنحرق إسرائيل وأننا سنرمي اليهود في البحر وأننا سنفعل وأننا كذا، ولا يكون هناك أي رد. بل هناك أيضا تصريحات من الحوثي ومن حزب الله ومن غيرها، سنفعل ونعمل، ولا يوجد هناك أي رد بالنسبة لإسرائيل أو الكيان الصهيوني. لم يعتد بهذه التصريحات مطلقا، ولكن هو يعرف من هو الجهة الحقيقية والصحيحة التي تقاتل من أجل وطنها ومن أجل شعبها. لذلك عندما تحدث أردوغان بهذا التصريح البسيط الذي لم يقل فيه إنه يريد يمحي إسرائيل ولا يقول به إنه يريد أن يرمي الكيان الصهيوني بالبحر، ولكنه قال يمكن أن نتدخل لصالح هذا الشعب المظلوم الذي يتعرض للإبادة، هذا القصف الذي يقتل النساء والأطفال للانتقام، وليست هي معركة حقيقية بين طرفين متكافئين، ولكن نعم. هذا الكيان يرتكب جرائمه ليل نهار أمام أنظار العالم. نعم أستاذ أحياء، ابقى معي لو سمحت. نعم. أكمل إذا كنت تريد أن تقول شيئا. نعم. هنا أريد أن أؤكد على قضية أن عملية تدمير العراق وعدم وعملية الإفلات من العقاب بالنسبة للمجرمين وبالنسبة لمساندة النظام السياسي العراقي بكل ما يرتكبه من انتهاك لحقوق الإنسان ونشر لكل الأخلاق الغير شريفة من المخدرات من الدعارة من غيرها، كلها مخطط لها من أجل أن يكون العراق غير صالح للعيش، ومن أجل أن يغادر أبناء العراق بلدهم من أجل إحداث التغيير الديمغرافي بما يتناسب والعقيدة التي يؤمن بها المجرم بوش ويؤمن بها الكيان الصهيوني ويؤمن بها النظام الإيراني وخامنئي. نعم. دكتور حامد، الآن هناك عناصر يستخدمون يعني، ومنهم بحسب ما يرى الكثير من المراقبين ومنهم يعني إطلاق سراح الضابط المقدم عمر نزار أحد مجرمي القوات الأمنية، يؤكد ذلك بحسب ما يرون أنه استمرار لسياسة الإفلات من العقاب وبالتالي تحقيق ما ترمي إليه أو ما يراد للعراق أن يصل إليه، وتقارير دولية تحدثت عن أن العراق أصبح بلدا لا يمكن العيش فيه، وما يجري من هجرة للشباب بعد أن رأوا بأم عينهم أن أعينهم تقلع بالتظاهرات التي حصلت عام 2019، ويرون أن النظام الفاسد مستمر وصفقات تلو صفقات، مال سياسي يمول هذه المنظومة السياسية. الآن لسان حال الشباب العراقي، كيف تنظر إلى ما يرونه من ظلم وحيف، بحيث أن المجرم طليق مرتكب الجرائم طليق، بينما الشاب يريد أن يبني، يريد أن ينهض ببلده، يريد أن يرى العراق فيه تنمية اقتصادية، فيه كهرباء، فيه كرامة، فيه كل وسائل العيش الكريم. يعني كيف من وجهة نظرك ينظر الآن الشاب العراقي تحديدا هذه الفئة
إلى بلده وهو يرى المجرمين طليقين، لا حساب ولا سجن ولا شيء. يعني هل تتوقع أن تكون هناك الرغبة لمحاولة التغيير مرة أخرى كما حصل عام 2019؟ الحقيقة خلي أجيك من تقريبا من النهاية على ردة فعل الشباب، يعني بعد صدور قرار العفو أو إطلاق سراح المقدم الضابط القاتل المتهم بجريمة قتل متظاهري جسر الزيتون في ديقار، نعم، وحكم كان الحكم المترتب عليها المؤبد، ثم أطلق سراح لعدم كفاية الأدلة مثل ما قيل في حيثيات أطلاق سراحه. خرجت مجموعة من الشباب من الناصرية من ديقار البطلة، توعدوا الأطلاق سراح هذه بالاحتجاجات. يعني هناك الآن ردة فعل واضحة ليس فقط في ديقار وإنما أيضا في الشارع العراقي عموما، باعتبار هذا القرار يعني نطق بفايق زيدان من محكمة التمييز. هذه القضية الحقيقة لها إشكالات كثيرة، أولا من ناحية قانونية، اثنين هو من ناحية الشخص نفسه، يعني عليه جرائم وتهم كبيرة الحقيقة، من ضمنها في الموصل، من ضمنها في مناطق مختلفة كان تحت هيمنة داعش، وذكر اسمه أيضا حتى في موقع أو تقرير في موقع دير شبيغل الألمانية عام 2017 باعتبار أحد الضباط الذين ارتكبوا جرائم بحق العوائل بتهم، يعني أزواجهم متهمين كانوا بالانخراط في تنظيم داعش ولم يثبت عليهم، لأن هناك تقارير صحفية أيضا الحقيقة كانت بشكل واضح الدل على أنه هذه التهم مفتعلة. هذا الملفات اللي موجودة من انتهاكات حقوق الإنسان يتحملها هذا الشخص، يفترض أن لا يمكن تتم إطلاق سراحه بهذه الطريقة على الإطلاق، لأنه هذه القضية الحقيقة لو أريد منها العفو أو أريد منها عدم كفاية الأدلة فهناك يرزحون تحت يعني سجون الغاشمة الآن مئات بل آلاف الأبرياء، فلذلك لماذا لا يتم إطلاق سراحهم؟ وهناك أيضا سجال قوي الآن حول قانون العفو العام والعراقيل اللي وضعت في مجلس الأمن مجلس النواب، وحتى الآن مطالب كثيرة الحقيقة حتى من منظمات دولية من أنه كشف عن مصير هؤلاء المغيبين اللي كانوا في مناطق الحقيقة تحت هيمنة داعش أو في مناطق أخرى بدوافع طائفية محضة. يعني ولذلك أنا يعني أؤكد على أنه الشباب كموضوع مهم لابد أن يكون عندهم ردة فعل، وهم الآن ذكروها باعتبار أنه الشارع العراقي منشغل بزيارة الأربعين للإمام الحسين، فهم مؤجلين التظاهرات والاحتجاجات على إطلاق سراح هذا الضابط. هذه قضية. القضية الثانية الأهم الحقيقة أنا يعني أؤكد وشوية نعمم الموضوع، لأنه مسألة الإفلات من العقاب لا تقتصر على مجموعة أو ضابط أو شخص، وإنما على النظام كله، نعم، وعلى من جاء بالنظام. يعني الأمريكان أيضا يجب أن يحاسبون، وهذا يجب أن تكون ثقافة شعبية عراقية واضحة نصر عليها، من أنه الذي انتهك يعني السيادة الوطنية واستقلال العراق وجاء بهؤلاء المجرمين يجب أيضا أن يحاسب. وأنا أجيب لك مثال، يعني في 2016 صدر تقرير من لجنة اسمها تشيركوت بريطانية من مجموعة من القضاة، وطبعا اهتموا فيها مجموعة من القضاة المستقلين، يعني ثبتوا نقاط عديدة، يعني أعتقد هو 600 صفحة التقرير بشواهد وأدلة أنه احتلال العراق تم خارج الشرعية الدولية خارج القوانين الدولية. لذلك أمريكا يجب أن أيضا تحاسب على ما ارتكبته، لأنه كل الذي من الذي يمكن له أن يحاسب الولايات المتحدة الأمريكية التي أسست بالفعل للقضاء في العراق والذي فيه مواطن خلل كثيرة
وما يجري في العراق من فوضى هو بسبب القضاء الذي جاء بعد الاحتلال. هذا تمام، هذا السؤال، هذا سؤال منطقي. اولا نحن يجب ان، دكتور سمير، يجب ان يعني نلجا الى اساليب التوعيه، اسلوب التوعيه اللي هو شبابنا الان الحقيقه يفتقده، وهي حقيقة واقعة. احنا درسنا بالجامعة ونعرف، ونعرف ايضا اهتماماتهم، لانه الهدف من الاحتلال هو مثل ما قلنا بالبداية واتفقنا مع ضيفك الكريم، انه هناك تمزيق للنسيج الاجتماعي، هناك تضييع، فقدان للبوصلة الوطنية العراقية، من انه الشباب الى اين يلجؤون؟ هل يلجؤون الى حجج واهية تتخذها هذا الطرف او ذاك ببقاء الاحتلال وبقاء الميليشيات وبقاء التهليل والخروقات القانونية، أم هناك علينا أن نخلق وضع جديد؟ الوضع الحالي لا يسوغ لأي عراقي صغير أو كبير، امرأة أو رجل، حتى العرب والمسلمين والعالم كله الحقيقة يشفق على وضع العراقيين الآن، لأنه هناك نقلة الحقيقة دمرت العراق. هذا يعني هذا العراق التاريخي الحضاري المتطور، لما احد يشاهده بهذا الشكل بالتاكيد يتاسف على ما جرى يعني العراق. لذلك شعبه اولى بالتغيير الان. علينا ان نغير، اذا سمحت لي دكتور سمير، علينا ان نفكر بتغيير ثقافي باسلوب وطني تربوي علمي، انه البلد يجب ان يتحرر من الاحتلالات، يتحرر من الميليشيات، البلد يرجع إلى حالة مستقرة أمنياً، يعاد إلى أهله. هذه القضية بثورة، أنا أقولها بصريح العبارة، إن فشلت، ولو هي لم تفشل، لأنه جدوى ثورة تشرين ما زالها منتقدة في نفوس الشباب، إن لم تحقق ثورة تشرين عملية استكمال الإطاحة بالنظام هذا الحالي، فلا بد من ثورة متجددة، ثورة تعتمد الحقيقة الشباب وفكر الشباب ووعي الشباب وصلابة الشباب للدفاع عن بلدهم. هذه القضية هي اللي تبني مستقبل أفضل، يضمن أولا حقوقهم ويحاسب، يعني مبدأ الإفلات من العقاب ينتهي، لأنه هذه الثورة سوف تعاقب، لا تأتي أمريكا ولا الأمم المتحدة ولا هذا النظام ولا ذاك البلد أن يجي حاسب، ولا القانون حتى في العراق، حتى القضاء. إذا عجز عن محاسبة المجرمين فلا بد للشعب أن يمسك زمام الأمور بيده، لأنه السلطات الحقيقة حتى ولو تحججوا هؤلاء بأنه سلطات وانتخابات، وهذا كذبة كبرى، لا توجد انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، ولا توجد ديمقراطية. لذلك الثورة الشعبية، والشعب هو مصدر كل السلطات، هو صاحب الحق في خلق وضع جديد. وأنا أقولها، أمريكا سوف يأتي يوم لمحاسبتها، ليس فقط على جرائم اللي ارتكبت في العراق وفي دول عربية أخرى، وإنما الآن ما يجري في فلسطين المحتلة من مذابح مجازر مروعة، هذه يجب أن تحاسب، لأنه هذه أسلحة أمريكية. لذلك قانون تشيلكوت، أنا أقول لجنة تشيلكوت وضعت أسس مهمة لابد أن نستفيد منها، والعالم يتغير. دكتور سمير، أنا أركز على هذه، العالم يتغير. القطب الأوحد المهيمن الولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصهيوني سوف يطاح بهما آجلا أم آجلا. لذلك احنا يجب أن نركز على مستقبل أفضل لشعبنا ولشبابنا ولأبنائنا وأحفادنا. هذه القضية الأساسية، أن لا نيأس أولا، اثنين أنه نضع برنامج عمل واقعي لخلاص شعبنا مما يمر به، إذا كان من الاحتلالات والميليشيات الطائفية، وإذا كان التدخلات الأجنبية. نعم دكتور حامد. أستاذ يحيى السنبول، يعني عندما المواطن العراقي يرى أن المخبر السري له الكلمة الطولة، يعني بسبب المخبر السري يضيع مستقبل الشباب، بسبب الميليشيات التي ترتكب عمليات التغييب القسري لا أحد يعلم بذويه أين هو، وبالتالي هناك استهداف واضح للهوية الوطنية، استهداف واضح للشعور بالانتماء لمن يحمي الكرامة. من المفترض أن الوطن هو الملاذ الآمن، هو الحضن، هو الذي فيه الأدوات التي توفر البيئة الملائمة لاحتضان المواطنين، وبالتالي يعني النهضة والتنمية والشعور بالأمان. في العراق يحصل العكس، المجرم حر طليق والبريء
في غياهب السجون ولا أحد يعلم به أو يقتل أو يضيع، وبالتالي يكون ملاذه الأخير أو خياره الأوحد هو الهجرة خارج العراق. من وجهة نظرك، هل ممكن وبعد ثورة تشرين وما جرى فيها، هل ممكن أن تكون هناك تهيئة مجتمعية تربوية مثل ما تحدث الدكتور حامد قبل قليل لتوجيه الفكر الشبابي رغم كل هذه المؤثرات الخطيرة من مخدرات ومن مواقع سوشيال ميديا؟ هل ممكن أن يكون هناك توجيه ينقذ ما يمكن إنقاذه؟ حقيقة الاحتلال الأمريكي جاء من أجل أن يلغي العراق كدولة وكشعب وكهوية، وليس استهداف للهوية الوطنية العراقية فقط، ولكن دماء الشباب الأبطال الذين واجهوا هذا الاحتلال الغاشم وكل أدواته وهذه الحرب الكونية على العراق، وكانت أبرزها معارك الفلوجة الخالدة وغيرها في مدن العراق، في سامراء وفي القائم وفي هيت وفي جرف الصخر واليوسفية وفي الكرك في بغداد، كل ذلك قد أسقط بأيدي الاحتلال بأنه يواجه شعب متمسك بهويته وشعب ووطنه، ولا يمكن الرضوخ أبدا إلى الأجندات التي وضعها الحاقدين من أنظمة محيطة بالعراق كانت يراد للعراق أن يلغي بشكل كامل. لذلك استبدل الأمريكيون خطتهم بعملية التفتيت للنسيج الاجتماعي وإدخال هذه الأوبئة إلى العراق. فالعراق قبل 2003 كان بعيدا كل البعد عن التطرف، العراق بعيدا كل البعد عن الإرهاب، العراق بعيدا كل البعد عن المخدرات، العراق كان نظيفا من بيوت الدعارة ولعب القمار والأخرى، كان مجتمع مثالي محافظ. ولكن الأمريكان وأحزابهم الغاشمة التي تدعي الإسلام وهي أعدى أعداء الإسلام، هي من تريد أن تفرض هذا الشيء من أجل تدمير الشباب، من أجل إلهاء الشباب، والعمل بمشروعهم بتدمير الهوية الوطنية وتدمير العراق. أما اليوم بعد ثورة تشرين، فأعتقد بأن المجتمع العراقي أصبح واضح أمام الصورة التي يريدها الاحتلال الأمريكي ومعه حلفاؤه في المنطقة ومعه هذه الأحزاب الكريهة النتنة التي تسعى من أجل تدمير العراق. لذلك هناك ثقافة الآن تربوية في العراق، سواء في الجنوب، في الوسط، في الغرب، بأن هذا العراق هو عراقكم، وإن ما يجري من أعمال هي مقصودة من أجل أن تغادروا العراق، ومن أجل أن يحدث هناك تغيير ديموغرافي، ومن أجل إحلال أناس محلكم. وكل ذلك عندما وضعته أمريكا، وضعته من أجل أمن الكيان الصهيوني بشكل رئيسي، وأيضا العهدة لإيران بأن تتعهد بأخذ العراق كمقاولة من أجل التدمير. لذلك إيران لم تحاسب أبدا على ما تسرق وتنهب، سواء من حدود العراق، من أرض العراق، بالإضافة إلى أنظمة أخرى حاقدة أيضا تحاول سرقة الأرض والمياه العراقية. إضافة إلى ذلك، فإن إيران قد مارست من الجرائم عبر المنظومة السياسية وعبر الميليشيات، وأمريكا تتفرج وتتذرع مرة بأنها قصفت المخزن الفلاني للسلاح، وأنها استهدفت هذا واستهدفت ذاك. كل هذه الأمور لن تنطلي على شعب العراق الذي يريد العودة إلى أسسه الصحيحة، شعب محافظ خالي من الإرهاب، خالي من الإجرام، خالي من العصابات المنظمة. يجب أن تكون ثروة العراق للعراقيين من أجل البناء والنهوض. لذلك لو تأتي الآن على السلطة من أعلى مسؤول إلى أصغر شخص في هذه العملية السياسية، هو حرام، هو سارق وعليه ملفات، أي شخص بهم، لا يوجد أي شخص بهم إنسان يمكن أن تعتمد عليه بأن تجد لديه شيء من النزاهة أبدا. كلهم عليهم ملفات، كلهم سراق، كلهم عليهم ملفات الفساد الذي يزكم الأنوف، ولكن لا أحد يحاسب أحد خوفا من أن يفتضح. آخر محاولة هذه ما جرى لما يسمى
صفقة القرن، وهذه ليست صفقة القرن أو سرقة القرن، هذه ليست سرقة القرن. سرقة القرن 1,000 مليار دولار سرقت من قبل هذه المنظومة السياسية، الآن يركضون وراء 11 مليار 15 مليار يمنور زهير الذي بدأ يفضح كل أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وكذا، وكلهم يرغبون بهذه بعمليات السرقة. هذه سرقة بسيطة ويمكن أيضا أن تغلق، لأن نور زهير قال من الذي يحاسبهم أصلا؟ من الذي يحاسبهم؟ لا أحد يحاسبهم. لو كان هناك من يحاسب لكان حاسبوا. لذلك الشعب العراقي عندما يبني منظومة ثقافية وطنية تربوية بانت بوادرها في ثورة تشرين، فهذا هو الخطر على هؤلاء الفاسدين وعلى النظام الأمريكي الذي وضع هذه الأسس لنشر الفساد ومن أجل تدمير العراق. أنا أعتقد بأن عزاءنا يكون بأن هؤلاء الشباب الذين قدموا ما يقرب من 800 شهيد من أجل إعادة الوطن، سوف يتبعهم الآن عشرات الآلاف في جنوب ووسط وغرب العراق من أجل أن يعود العراق إلى دوره الطليع والصحيح، وستحاسب كل هذه الكتل السياسية الفاسدة التي نهبت وسرقت واستأثرت بالمال العام وبالمناصب من أجل أن تدمر العراق، وغيبت القانون من أجل أن تمارس الجرائم أمام أنظار الناس دون أن يكون هناك أي رادع، لا من القانون ولا من الجهات الرقابية ولا الجهات الأمنية، لأن الجميع مشترك في عمليات الفساد والسرقة والنهب والقتل والإجرام، كلهم مارسوا الجريمة، ولكن هذا ظهر اسمه بأنه قد مارس من القتل، ولكن هناك العشرات الذين أحيلوا في قضايا الموصل وفي قضايا داعش وفي قضايا الميليشيات التي غيبت عشرات الآلاف في الرزازة وفي الفلوجة وفي الصقلاوية وفي الدور وفي سامرة، ولكن لم يحاسب أي شخص من ذلك، ولكن كلها محفوظة عند أبناء الوطن وعند أبناء شعبهم، ومحفوظة أيضا في أدراج الجهات الرسمية التي تعرف بأن هذه السيطرة كان بها فلان وفلان. نعم. وقد تم تغييب هؤلاء الآلاف عن طريق هؤلاء الذين يقفون في هذا المكان، ومن الجهة التي كانت ترعى. نعم. ومن الجهة التي كانت تستفيد من عمليات قتل هؤلاء الأبرياء. شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وشكرا جزيلا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، في أمان الله.